حبينا نبادر بهذه الغرف للدائرة المرور. مثل ما تشوفون هاي هدية من شركة أربن إلى دائرة مرور نينوى. طبعا هي المبادرة مدينتنا، لازم نحن نبادر بهذا الشيء كلتنا. هذه مقدمة من شركة أسكايا، العدد 20 قطعة في جانب الأيسر، على العموم جانب الأيسر. إن شاء الله أكو مرحلة ثانية لجانب الأيمن، إن شاء الله مرحلة ثانية بعد فترة قصيرة إن شاء الله لجانب الأيمن إن شاء الله. نشكر الأخ أستاذ ريان والمندوب عن شركة أسكاي للبلاستيك للمساهمة والتبرع إلى مديرية مرور نينوى بهذه المظلات لرجالنا بالشارع، رجال المرور، وبارك الله به وبالتبرع به، بالقائم بالتبرع بهاي المظلات.